مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم ضحيه حلقه اليوم او الضيف ديال حلقه اليوم جلال الداودي القادم من نادي الرائد السعودي وعميد العساكر على الجيش الملكي. شنو وقع ليه وشنو جرى ليه فوق؟ غتعرفوا كل شيء اليوم. صافي سير هو احتار مشوي راسك اشتري وما تدفعش انت. ما تدفعش انت وحيدك يلا مشوا لويك عند الريسبونساب تقول لي ما تدفعش ما تدفعش ما تدفعش ما تدفعش نضربك وصان نضربك الساعه بعد الساعه سريع حالا. مرحبا ونتمنى ان شاء الله تدوزوا معنا عشيه زوينه ونتمنى داكشي يكون مزيان. مرحبا بكم. دونك انا فوتغ ديسبوزيسيون سميتي شعيب، احتاجيتو اي حاجه عيط ليا وان شاء الله اللي يحشمنا. مرحبا. هاد لا سوب خويا راه عمرك دقتي بحالها في حياتك. عندي دابا الرابور ديالك انا معاك. كنتي كتلعب في السعوديه ياك؟ واش في السعوديه وما كلتيش بحال هادي؟ متاكد وانا نقول لك بالصحه والراحه. الله يحفظك. بالصحه والراحه. عمري صوت بحال اخويا. ياك اخويا. بصحه والراحه اخويا. واخويا الله يحفظك اخويا. شكرا. بو جلال مرحبا اخويا. دابا شتي البلاندي السعودي راه قلقلت كبير. دابا المهم واحد اللعيبه ما ديرهاش مني قلت الصوت. سمح لي بعدا نطل واحد الطليله وانا محي. الله يحفظك. ما عاد طلع باترون ولا شي لعيبه نوليو في الضحك. مرحبا اخويا. دابا انا مول وليدات. مرحبا اخويا. فهمتيني؟ وخدام عليهم وكذا. ما نكذبش عليك دابا الشهر قريب يسالي واقيلا ياك. باقي ما خلصتش الكلام. زعما انا كنتي تقدر تعاون معايا في سبيل الله. مرحبا اخويا. الله يحفظك. تعطيني دابا؟ ها؟ تعطيني دابا؟ تسالي الماكله اخويا نعطيكم. حيت ديك النهار دابا دار لي واحد اللاعب راه شي ثلاث ايام دابا. اوه. واحد اللاعب قال لي نسالي الماكله نخرج. نعطيك كتخلص تي بي اخويا نعطيك تي بي. لا واه التي بي راه كيتخلصوا الناس المحل. انا عندي لاكارت ما عنديش. دابا حيت انا نشرح لك دابا السيد قلت ليه كذا. قال لي انا نمشي نمشي للطوموبيل نعطيك وكذا فهمتيني. مشى للطوموبيل ويسلش عليه. لا مش لعاب هو لعاب. دفع ليتيج اخويا. ليتيج اخويا. تنسال اخويا على راسك. تنسال اخويا. شكرا اخويا. الله يحفظك اخويا. بصحة وراحة. سي جلال خويا اسمح لي راه واقيلا قجرت عليك شوية. مرحبا خويا. الله يحفظك. دويت مع موالين الدار دابا قلت لهم راه السيد غيتعاون معايا وداكشي. حيت عاودت لهم تما ديك السيتياسيون ديال ديك النهار. مرحبا خويا. ما تسرطاتش لهم قال لك قول ليه دابا. والله. واخا. صراحة حسيت بك بغيت تسلت عليا ما عرفتش عليه. هو عيني. بليس والله ما نقدر نزير الله يصدر ما تقدر تسخر الدري صح. عادي شنو شكون؟ لا. هذا العادي اكادير. مزيان. سخرت شنو؟ عادي اصاحبي. نعطيه لاكارت ديالي نقول السير سير الفلوس. ومالو ما تقتيش فيها. ما تنطقش فيها اخويا. شفار. ميري كلي صاحبي ممكن تنطقش في صاحبي انا بحال هكا. ما كنطيقش في صاحبي انا كذب عليا. غنسال اخويا شوف نسال. شوف شوف عرفتي شناهو؟ اسمح لي. اسمح لي والله. صاحبي كندوي مع السيد انت شوف شوف. شوف شوف صاحبي الله يرحم لك الوالدين كندوي مع السيد. ما بقاوش يتسناو. صاحبي كندوي مع السيد عافاك تخوص فوق راسك. لا صاحبي لا. لا حيدي يدك حيدي يدك اصاحبي. ولا حيدي يدك اصاحبي. حيدي يدك الله يرحم لك الوالدين ماشي حيت طلبناك كذا تنقص منا ولا شي لعيب. صافي سير هو احترم شويه راسك اشتري وما تدفعش انت.
صافي ما تدفعش انت. ريح ريح شويه ريح شويه صافي ريح شويه ريح صاحبي ريح. ما تقيسنيش شويه انا ما غنقيسك شرشح. ما تدفعش ما تدفعش ما تدفعش وتاكول صاحبي كول بنادم حقاره صح. ما مزيانش انت انت ما مزيانش. نادم تش وكل فيه وتي قمع فيك. دابا انا ما قلتلكش كلمه اخرى جاي طالع ساكت جيتي بديتي كتعايب معايا. شنو درت لك انا صح؟ اجي واحد اخر غنكون طالع غيقول لي ديك اللعبه ديال الاتحرر فيا كذا غنهز هادي غنضربها لي على راسي. سير شويه بصح شنو هي الاتحرر فيا صاحبي؟ انا جاي ساكت صاحبي جاي ساكت شو بغيت تحقرني صاحبي؟ اسكت شعيب. دابا انت عندك وليدات ياك ما بيش نحرق وكندوي مع وتس دير اللي بغيتي ودير. شوف 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 اسمع شعيب دابا نقول لك واحد الهضره. اسمع اسمع هضره نهضر معك راجل انا ما تبقاش تصور علي. ما كنتصور عليك ماشي لعب. راه انت اللي من قبيله وانت كتصور علي. خاصك اللحك من لي شعيب ونتلاح انا وياك من لي. لا تلاح بوحدك ونتلاح انا وياك. لا تلاح بوحدك وانا نقول لك. يلا اسمعني انت عندك وليدات ياك باش تصور علي شعيب. انا باش نحرق ديك كاميلتك وكاميلتي اللي غتجيب لي الدل ما عندي ما ندير بها. دابا ما سير شعيب الله يسلمك وحيد يدك اصاحبي. سير شعيب وحيد يدك باش نعيط على الريسبونسابل. وحيد يدك يلا مشيو انا وياك عند الريسبونسابل. تقول لي ما تدفعش ما تدفعش ما تدفعش ما تدفعش. نضربك وصان ضربك ساعه بعد ساعه سريه في حالك ساعه وصعب 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 وكيف اصاحبي من قبيله ودوفرني وما عرفت شنو هو دا. اسمعني اسمعني الله يسهل عليك حيدا يد. اسمعني وحيدا يدك راه ما عادش خلعنيش. حيدا يد عليك سير الله يسهل عليك. ما نخدمش اصاحبي وانت خدمتي اللي غتجيب لي الدل ما عندي ما ندير بها خدمتي. اسمعني ما ندلول ما والو اصاحبي راه دير والو صافي صاحبي. مابقاش دابا مابقاش دوي من تحت مرض. الله يرحم لك الوالد ها هو غير دابا انا غادي نازل صاحبي. علاش كدوي علاش كدوي علاش انت اش باغي انت خويا؟ ما بقيناش انا وما تاكلش انا مالي نوكلك انا ما بقيناش غناكل. شد الهضره صاحبي جيب لنا مسكه خويا. جيب لي مسكه هذه رسمي ديال الحقره هذه اللي يجيب لي مسكه. بغيتي تطلع صافي ان شاء الله عليك سير اخو شعيب الله يسهل عليك سير صافي سير شعيب. ما تصورش علينا شعيب. ما كنتصورش. شوف الله يسهل عليك جلال. اسمعني الله يسهل عليك. ما كنتصور عليك. الله يسهل عليك. ما تزودش صاحبك هذا صاحبك ما مزيانش. هذا خوك ما مزيانش وانت انت ما مزيانش. الله يكبرك. كديروا شي في عين ماشي مشكل. ماشي راجل انا ياك. انا ما قلتش لك ماشي راجل ماشي مشكل اخويا. كل بلاصتو على دار هانيه. صاحبي خلصنا نمشي في حالاتي الله يرحم لك الوالدين. دابا باقي قامك لينا تخلص. صاحبي انا غادي في حالاتي هادي غتخلص انت خلاص الاخر غنمشي في حالاتي صاحبي. لا تبقى تزيد معايا في الهضره. ماشي هاي هاي لا ديسيون ديالك 1370 درهم. صاحبي انا غادي في حالاتي دابا. انت جاي روطار ماشي صاحبي جاي كالامار. انت جاي روط فكاه يا صاحبي انت تسلمك لا خويا ما تعصبنيش صاحبي. خلصني الله يرحم الوالدين قبل ما نوليو فشي حاجه خايبه. خلصني حتى ما مرضيش تدخل خلاص وسط الماكله. انت شتي اليوم سقطت لنا في الله حفظك سير. خلصني يا صاحبي اما غنتحركش انا حتى تخلص. خلصني هنا غتخلصني هنا. خلصني تحت ما بغيتش. شوف ها هو شتي الحاجه الوحيده اللي كتخلص عليها هو شوف كتخلص عليها وانت داير شنو هي كدق عليه ولا شنو؟ ما عرفتش انت باش حاسدك انا باش شتينيش قلت لك انا الحاجه شويه ديال الاحترام شويه ديال الاحترام صاحبي شويه ديال الاحترام. نتوما باغيين تدورونا صاحبي في هذا القنت هذا ما عرفتش باغيين ديروا نتوما هنا. اخويا الله يحفظك يا شباب اسكت صافي اسكت شويه وخلصني اخويا. انت تي بي خلصني فكاهي انت صاحبي. خلصني الله يحميك الوالد لا حول ولا قوة إلا بالله.
سير اخويا سير خلص ترى على بلاص عليها هو يخلص بيناتكم انا غنتخلص وقف عليها صاحبي خلصني يا صاحبي خلينا وخلصني يا جلاله صاحبي وانت اللي عيقتي عليا صاحبي خلصني انا مش بحالي الصاب ديال هاد الريستو صاحبي فين واحد ريسبونسابل مرطينا عقلي يا صاحبي هو ريسبونسابل خويا ما كلينا ما شفنا شديتي يا صاحبي شاهد رشيدنا صاحبي عرقتيني يا صاحبي والله بنا دراي فينا مرحبا خوش شايف عرقتيني يا خويا جلال مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا المقلب ديال اليوم اللي كان الضحيه ديالو عميد الرائد والمنتقل حديثا الى نادي الجيش الملكي وهو عميد نادي العساكر جلال داودي كيفاش حسيتي بالمقلب اشنو وقع لك واشنو جرى لك اليوم معنا انا جالس نبي معايا في داري كتجيني انفيتاسيون كوم كوا راه ان ريستو زوين راه كاين اجي تجرب يعني ماكله جديده وماكله زوينه جيت انا وخويا هشام شينا تلاقينا مع الاخ شجاع حمقنا الله يعطيه الصحه صات ناكلو دار الشغاب دار مزيان الشغاب ولكن ما صراحه ما حسينا حتى شي حاجه برافو عليه الدور كما كان ماشي لا كاميرات لا والو ما حسيتش اصلا حتى داك الكليراج يمكنش تشوف شي حاجه من ضربه الشعاده وكتشوف حتى شي حاجه انا وهشام بقينا كنهضروا على لو ريستو كنقولوا تبارك الله ريستو زوين وهذا صافي يعني وشي شايب بحر قرب من هذه الماكله كنقولوا اجي نشوفوا هذه الماكله راه زوينه ان شاء الله نرجعوا المره الجايه حتى كيبان لي ست نقول يا ربي ما يطلعش لا 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 الحمد لله احنا جد مسرورين جلال بانك تكون معنا وبانك تحتي في الفخ ديالنا ولكن كنضربوا لك مواعيد ان شاء الله في شي برنامج اخر ان شاء الله يليق بك ويليق بالاسم ديالك ان شاء الله وعلى هذه الاجواء هذه مشاهدينا الكرام كنضربوا لكم مواعيد ان شاء الله في قادم الحلقات مع ضحيه اخرى او لاعب اخر ولكن نفس المقلب الى اللقاء رمضان مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه والشعب المغربي خاصه وكنتمنى لكم يعني تكونوا بصحه وتكونوا ب ألف صحة وهناء وكل شيء يكون مزيان وبخير على خير إن شاء الله والله ما يسير أخويا شكراً.